أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية ليست غافلة عن كل الجرائم سواء كانت إرهابية أو جنائية، مشيدا بالنجاحات التي حققتها في القبض على مرتكبي تلك الجرائم. أشر لقواتنا الأمنية بكل صنوفها هو كشف الجريمة عندما تحصل. اليوم هدفنا من إيصال هذه الرسالة لكي يطمئن ابن كركوك بأنه جهازنا الأمني والاستخباري والتنفيذي ليس ساكت ولا غافل عن ما يحدث. أيضا تم إلقاء القبض يوم أمس على الجنات وصديقة الأقوال، وأيضا المشاهدة اللي هي كشف الدلالة أيضا حصل.